غضب وغليان في الأهلي، والخطيب قال لهم مش عاوز قرارات منفردة، الأهلي منظومة ما ينفعش تدار بالشكل ده، وبيظهر العين الحمراء لأعضاء شركة الأهلي. يا ترى إيه الحكاية؟ حالة كبيرة من الجدل في الساعات اللي فاتت بعد الأنباء اللي انتشرت عن منصب مدير التعاقدات في القلعة الحمراء ورحيل أمير توفيق عن النادي وتعيين مروان النائب بدل منه. الكلام ده تداول عدد كبير من الجماهير، لكن المفاجأة كانت في دور عدل القيعي في الأزمة وسر غضب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الإعلامي أمير هشام كشف مفاجأة من العيار التقيل، وقال في تصريحاته هناك تأكيدات من داخل النادي الأهلي إن أمير توفيق هو مدير التعاقدات بالنادي، ولا يوجد أي تغييرات بشأن هذا المنصب. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يكن يعلم بما أعلنه عدل القيعي عبر برنامجه، وكان لدي حالة من الغضب الشديد بسبب ما تم التصريح به. مروان النائب متواجد داخل الشركة، وهو مرشح من جانب أمير توفيق نفسه، وهو يتواجد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، مر منهم أسبوع واحد، وليس من المنطقي أن يتولى الشخص تحت الاختبار كمدير إدارة تعاقدات. وكشف كمان هشام عن مفاجأة في قصة منصب مدير التعاقدات، وقال حال قرر النادي الأهلي كما أشيع تعيين النائب كمدير للتعاقدات، لماذا لم يتم اختار أمير توفيق بالقرار؟ مش بس كده، لكن كمان اتكلم عن رد فعل رئيس النادي الأهلي، وقال الخطيب أبدى استياءه من طريقة إعلان القرارات، أي قرار لابد أن يتم إعلانه عن طريق مجلس الإدارة أو المتحدث الرسمي، وإن أي إعلان عن أي قرار لابد أن يكون بالتنسيق مع إدارة النادي. رئيس النادي طالب الشركة بطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتنمية موارد الأهلي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وحاجة النادي لزيادة الموارد. كمان الساعات اللي فاتت كان في تصريحات مهمة من عدل القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، واللي اتكلم عن أزمة التصريحات الخاصة بمنصب مدير التعاقدات، وقال القيعي في تصريحاته لقناة النادي أنه لا صحة للأنباء المنتشرة عن رحيل أمير توفيق من منصب مدير التعاقدات بالنادي. البعض أساء فهم خبر تعيين مروان النائب، وظن البعض أنه مرتبط برحيل أمير توفيق، وهذا غير صحيح. وقال كمان القيعي في تصريحاته جاء أمير توفيق مع مجموعة التسويق والكشافة التي أنشأها في شركة الأهلي، وكان مرشح لمنصبين المدير التنفيذي، ووقتها كان لا يوجد مدير تعاقدات، وبالتالي قررنا أن يتولى منصب مدير التعاقدات قائم بأعمال المدير التنفيذي حتى يحصل على خبرات المدير التنفيذي، وجاء الوقت أن يتواجد مدير تعاقدات في النادي الأهلي. وعندما سألنا أمير توفيق قال أنه يريد أن يكون مديرا للشركة، وبالتالي فكرنا في مدير التعاقدات، وبعدها وجدنا أن مروان النائب انطبقت عليه المواصفات التي نريدها. وكشف كمان عن مفاجأة جديدة وقال تم تعيين مروان النائب مديرا للتعاقدات وأمير توفيق لمنصب المدير التنفيذي ولن يرحل، ولو كان أمير توفيق أراد الاستمرار في التعاقدات كنا سنبحث عن مدير تنفيذي.